قبل ما اتكلم كتير عن متعه الزمالك النهارده والاداء الكبير اللي عمله مع مصر المقاصه اللي هبط رسميا النهارده الى دوري الدرجه الثانيه، اتكلم بالتاكيد على الخبر اللي كان اهم النهارده وهو استقاله الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام من اداره لجنه الحكام واستلام مارك لاتنبرج المهمه خلفا له. موضوع كبير، احداث كثيره، كلام كتير في الكواليس، بس الاول نعرف ونفهم من الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانت طيب وهم طيبين وبخير. وحضرتك طيب وبخير يا كابتن عصام. اليوم يعني تم الاعلان رسميا عن الاستقاله اللي كنا نسمع عنها بقالنا فتره طويله، ليه حضرتك خدت القرار النهارده؟ والله ابدا، هو القرار اتاخد يوم 15/6، الاستقالة كانت يوم 15/6 ومش النهارده زي ما الناس قالت. ولكن انا التزمت بكلمه مع الاستاذ جمال علام ان انا اكمل لحد ما يجي الخبير الاجنبي. فده اللي حصل بالظبط، فانا قررت امس ان خلاص هيكون لي اخر يوم ليا في الاتحاد امس. على اساس الراجل موجود في مصر والراجل بياخد عمله صعبه، فيجي يتولى المسؤوليه وكل البيانات وكل المعلومات عن الحكام موجودة، وكمان أعضاء اللجنة الموقرين اللي كانوا بيشتغلوا معايا اللي عملوا مجهود كبير بشكرهم واحد واحد الحقيقة، هيكونوا موجودين معاه وممكن يمدوه بكل أي بيانات هو عاوزها الحقيقة. ليه يا كابتن عصام ما حبيتش إنك تشتغل معاه الفترة اللي جاية؟ بص يا كريم، اتفضل. أنا رافض المبدأ نفسه أصلا يعني، ولكن تعالى نتكلم بالمنطق كده. اتفضل. أنا هشتغل معاه، وعلى فكرة اتحاد الكرة طلب مني أن أشتغل معاه كرئيس لجنة، أنا رئيس اللجنة. حضرتك تبقى رئيس اللجنة وهو يبقى التايتل بتاعه إيه أو المسمى الوظيفي؟ هيكون هو مدير التطوير. مدير التطوير. زي ما عندنا، ما إحنا عندنا في لجنة الحكام كذا قسم، مثلا عندنا مثلا اللجنة الفنية، لجنة الفار، اللجنة الإدارية وهكذا يعني. تمام؟ خلينا نتكلم بالمنطق والعقل. هو هيشتغل يمسك التطوير، فشل مثلا هيقول انا اللي فشلت، اسهل حاجه. تمام، نجح ما انا عملت، انا كنت عملت الدور الاكبر في النجاح، ايضا مش هبقى موجود في الصور. فاذا هو يتحمل المسؤوليه كامله، هو ده القرار الصحيح. طب كابتن عصام، هل كان فارق معاك انه ينسب ليك شيء، ولا كان فارق معاك انه نجاح التحكيم المصري او منظومه التحكيم المصري؟ لا، فارق معايا نجاح التحكيم المصري، بس انا ليه اخش في تجربه انا من المبدا رافضها؟ ايه المبدا يعني؟ ايه المبدا اللي انت رافضه؟ بص، ما هو انا مش عاوز اخش في حاجات الناس تفتكرني ان انا بهاجم الراجل. لا، بالعكس، انا بتمنى له التوفيق لان ده تحكيم المصري. صح. وبتمنى الناس اللي هتشتغل معاه تبذل اقصى جهد ان يحققوا نجاحات. لا، حضرتك دلوقتي خارج المنظومه، فقول لنا ايه اللي احنا نقلق منه وايه اللي احنا نطمن له. السؤال السؤال، احنا جايبين الراجل ده عشان تطوير ولا جايبينه شو اعلامي؟ نقول احنا جبنا هو خبير اجنبي وخلاص ونسكت الناس والاهلي والزمالك والقصه دي. هو ده الهدف. لا، احنا جايبينه ليه؟ جايبينه عشان تطوير. طيب، ده سؤال. طب لما نيجي نجيب تطوير، هل هو الافضل اللي يجي مصر، ولا في ناس تانية نسال اهل الذكر عشان نشوف مين الافضل؟ مين الافضل اللي يجي عشان نستفيد منه؟ ده السؤال يا طب لا، ما انا ده السؤال اللي انا ممكن اطرحه وحضرتك اللي تجاوبني. يعني انت شايف ان كلاتنبرج كان في افضل منه ممكن يجي مصر؟ ده من وجهه نظري، انا بتكلم كخبير في الفيفا. تمام؟ ده من وجهه نظري ان كان ممكن. لو حد سالني، اللي كان مسؤول عن هذا الملف سالني مين اللي يجي، كنت اقول لهم مين يجي؟ ارشح لهم اكتر من واحد بسي في محترم ويسالوا عنهم ويعرفوا. انت فاهمني ازاي؟ مش انا مثلا كلاتنبرج صديقي او صاحبي اجيبه او لا لا لا، القصه ما تبقاش كده. لازم يبقى نسال عن على فكره. البعض بيقول لك ده كان حكم كبير، كان حكم كويس بس ما راحش كاس العالم. بس هو كان حكم كويس، بس مش شرط انه يكون مسؤول كويس، مش شرط يكون محاضر كويس، ومش شرط يكون راح كاس العالم يبقى اداري كويس انه يرقص. ما انا معاك، بس يعني الاداري كويس لازم يكون عنده مقومات يا يا كريم. لازم على الاقل عشان اجيب خبير، لازم على الاقل يكون محاضر في الفيفا. على الاقل يكون محاضر في الفيفا وعنده تجارب ناجحه وتجارب مختلفه في اكثر من مكان تكون ناجحه. انا مش عاوز اتكلم على هذا المبدا، ولكن احنا نتمنى له التوفيق، ودي تجربه هو هيخوضها. الناس هتساعده، مصريين، اتحاد الكوره،
لكن انا المبدا نفسه رفضه. بس طيب، منظومه التحكيم الفتره الماضيه يا كابتن عصام بصراحه شديده شايفها كانت ناجحه بنسبه كام في الميه؟ بص بس انا عاوز ابعت بعض الرسائل الهامه واقول لك ناجحه ولا مش ناجحه. اتفضل. واحد، ان عاوز اقول البعض قال لك ان لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه. اقول لهم عيب. عيب. لان لو لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه، اذا بالتبعيه الحكام مش نزاه ولا عندهم شفافيه. صح ولا غلط؟ ده الف ب، لان هم اللي بيحكموا مش لجنه الحكام. فاقول لهم ان لجنه الحكام ده فئه من الشعب المصري. عيب لما احنا مصريين نتهم فئه ان هي تفتقد الى النزاهه والشفافيه، ده عيب. وعيب لما حد كبير يقول ده، عيب. انا مش هقول اكتر من كده، بس ده عيب. بس اللي عاوز اقوله وارد عليه واقول له، حكامنا بخير وناس شرفاء وناس محترمين، لكن للاسف ناس كتيره بتضغط عليهم، مؤامرات كتيره بتحاك ضدهم، اولا من اسر التحكيم ثم من اطراف اخرى. لكن اللي ألمني كتير هذه الجملة، النزاهة والشفافية. عيب. أقول اللي قال الكلمة دي أقول له عيب. دول ناس محترمين فيهم الدكتور والمهندس والطبيب و و و و. فعيب. يعني عيب. دي اللي ألمتني كتير، وكان نفسي الاتحاد يرد على دي. بس. كان نفسي. دي حاجة. طيب. قلت لك إن سألتي كانت من 15/6. هو موثق على فكرة. طيب، وكنت ممكن استمر كرئيس لجنه الحكام، بس الـ 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 الفكره انا مش حاببها يعني. بس يعني انت اللي حضرتك اللي استقلت من نفسك ولم تجبر على الاستقاله؟ لا، انا بكلمك على الهوا اهو. لا بالعكس، انا باكد على المعلومه عشان بعض الناس قالوا 15/6. انا بكلمك معلومات موثقه، مش بقول اي كلام. من 15/6. وعلى فكره وكان بقائي باتفاق بكلمه شرف مع الاستاذ جمال علام لحد الراجل ما يجي، لان كان من الصعب اسيب التحكيم المصري في هذه الفتره يعني. طيب كابتن عصام، هكرر سؤالي بعد اذنك. هل شايف نسبه نجاح منظومه التحكيم في الفتره الماضيه توصل لنسبه كام في الميه؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجه مهمه يا كريم. اتفضل. وهجاوبك. اتفضل. بس داخله في سياق السؤال. يلا. لعبه الاهلي الهدف في ماتش فاركو. تمام. حوالي او معظم المحللين قالوا انه هدف سليم الا واحد بس. اللي هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لكن كل المحللين وحللوا الحاله. للاسف حتى التحليل غير مبني على الواقعيه وبروتوكول الفار. ده اللي جنني. الوحيد اللي حلل ببروتوكول الفار هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف. تسالني تقول لي اشمعنى، اقول لك لانه الوحيد اللي واخد رخصه محاضر فار. الوحيد اللي دخل غرفة الفار، الوحيد اللي اشتغل في الفار من كل المحللين دول، ولا واحد معاه رخصة فار كمحاضر. فازاي تحلل؟ ازاي تقول معلومات وانت مش عارفها؟ حرام. لازم نتقي ربنا في حكامنا. دي حاجة. فإذا الحالة دي احنا قلنا ايه لاتحاد الكورة؟ قلنا نجيب اللي حصل في غرفة الفار. طبعا. وده يا كريم مسجل صوت وصورة. عظيم. صوت وصورة. جبنا الحاله، لقينا ان الكابتن محمود عاشور لم يخطئ، وان قراره ان النقاط اللي هو وضعها سليمه فيها من 100%، وبعد كده التقنيه اللي بتقول تسلل ولا مش تسلل، وانه عاد الحاله مرتين، مره بالدبل لاين عشان الناس بس تفهم اللي بتحلل، ويا ريت يعرفوا الدبل لاين يعني ايه وبنستخدمه ازاي، يا ريت يعرفوا، ومره بالترانجليشن اللي هي اللي بيكون فيها اكثر دقه. في المرتين طلع الهدف تسلل. كان نفسي ان احنا نطلع هذا الشريط، هذا الكليب، هذا الفيديو على موقع الاتحاد للراي العام. ليه؟ لان الانسان لما يجي يعدموه بيقولوا نفسك في ايه؟ فعلى الاقل لو هو مظلوم نشوف مظلوم ولا لا. فمحمود عاشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل، ولذلك محمود عاشور على مسؤوليتي الشخصيه فقط حكم اليوم. حكم مباراة اليوم. تاني يا كابتن عصام، انت بتقولي على مسؤوليتك الشخصية فقط الكابتن محمود عاشور كان في مباراة طبعا، لأن بيراميدز وغزل المحلة اليوم. انا عينته وانا رئيس لجنة الحكام، لأن انا الرئيس المسؤول ان يجيب له حقه. طب هل كان في رفض من اتحاد الكورة على تعيين الكابتن محمود عاشور النهاردة؟ ممكن يكون كان في تحفظ من اتحاد الكورة. انا بكلمك بكل مصداقية بقى، انا خارج بالظبط. ما ادام حضرتك قلت على مسؤوليتي يبقى كان في تحفظ. ما على مسؤوليتي. انا ليه بقول على مسؤوليتي؟ انا ببعد المسؤولية عن اتحاد الكورة. عشان ما يخشوش طرف في صراعات مع حد. طيب ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ طب اسالك اكثر من كده تاني ان انا بتحمل المسؤوليه؟ لا. اتفضل. طب كابتن عصام، في نفس السياق وانا اكلمك، انت دايما تتحدث عن احيانا عن روح القانون وازاي نتعامل مع القانون وازاي الحكم يبقى ذكي. اتفضل.
هل مش كان من الافضل انه الكابتن محمود عاشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الاجواء المشحونه دي عشان خاطره هو شخصيا يبعد عن الاسبوع ده وما يبقاش فيه ايقاف ولا حاجه، بس في حكام كتير وانت بتحرك حكام كتير على مدار الاسابيع، ليه محمود عاشور او كابتن محمود عاشور يبقى موجود النهارده حتى لو هو ما اخطاش زي ما حضرتك بتقول، ويبقى الموضوع شويه فيه يعني ايه اثاره للجدل في الفتره اللي مش محتاجه اثاره للجدل؟ انهي جدل؟ ما انت حضرتك متابع. واحد مظلوم. الله، هو احنا نقتل واحد ونشوه صورته ونتكلم عن نزاهه وشفافيه وفي النهايه نقول اوقفوا؟ ابقى انا راجل ظالم. ابقى انا راجل ظالم وما احترمش نفسي. واحد صحيح سليم قراره صح اقتله؟ انا العداله فوق كل شيء. ده مصر كلها بهدلته يا راجل. الله، وهو كان عاوز العداله فقط. كان عاوز يتحقق معاه، كان عاوز نشوف الحاله. واحنا جبنا الحاله من غرفه الفار وكنا عاوزين نعرضها، اتحاد الكره رفض. بس رفض ليه؟ يحترم رايهم. قال لك ان كل نادي هيطلب لو في مشكله يطلب نزيع الحاله بتاعته. على فكره انا كان عندي راي واعتقد ممكن يتنفذ في المسابقه، ان احنا الحالات الجدليه نعرضها على موقع الاتحاد. حتى لو احنا كنا فيها صح او خطا ونتعلم من اخطائنا. وده يا فندم، قانوني على مستوى، ده قانوني على مستوى العالم يعني، دي حاجه في بعض الدول بتعمل كده. ايه المشكله؟ ونعرض اذا كنا صح او كنا غلط. طيب. انما من الظلم يا كريم ان واحد يبقى صح والدنيا كلها تهاجمه وكمان نتهم بعدم النزاهه والشفافيه. طيب لا. بالمنطق لا. بتاعك ده يا كابتن عصام ليه كابتن محمود عاشور النهارده ما كانش حكم ساحه مش حكم فار للمره الثانيه على التوالي؟ عادي، لان عاشور حكم دولي فار وحكم كبير في الساحه. عادي يعني اصلا انت كنت لسه مديله فار. انا ليه رجعته في الفار؟ عشان اقول للناس انه كان صح في الفار. فبديله تاني فار. بس فبتديله تاني فار. طيب السؤال هرجع السؤال لثالث مره، نسبه نجاح منظومه التحكيم المصري حتى هذه اللحظه لحد ما حضرتك مشيت كنت شايفها نسبه قد ايه؟ ممكن انا اسالك سؤال قبل ما اجاوب؟ تمام، بس هساله المره الرابعه. اعتبرني انا المذيع بقى. اتفضل يا كابتن عصام. مره انا نفسي ابقى مذيع مره. اتفضل. نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نمسكها منظومه منظومه بقى، هنقعد كتير. لا توتال مش عشان احنا ناخد الحلقه كلها بتاعتك ونضيع وقتك. لا ما انا كنت لسه اقول تاخد كم من 10؟ تديها كم من 10؟ انا بسالك انت تديها. وانا اتكلم على التحكيم اديك كم من التحكيم؟ لا احنا لسه لا عندنا نواقص في حاجات كتيره جدا. ونفس القصه في التحكيم، في نواقص كتيره جدا عندنا نواقص. طب احنا عندنا التحكيم. كان عندنا نواقص بنحاول نطور فيها. كان عندنا بنحاول نطور فيها. ما انا اقول لك يا كابتن عصام، كان عندنا نواقص كبيره جدا على مستوى المنتخبات، فجبنا للمنتخب الاول مدرب اجنبي، جبنا للمنتخب الاولمبي مدرب اجنبي، وجبنا للتحكيم خبير اجنبي، يبقى احنا ماشيين صح؟ وممكن نبقى ماشيين غلط في الثلاثه؟ يعني احنا لسه شفنا حاجه؟ طيب نجرب. يعني طب ما احنا كان هو احنا كان ما عندناش خبير مدرب اجنبي قبل كده للمنتخب اللي فات واللي قبليه واللي قبليه؟ اللي جه مثلا الكابتن ايهاب جلال جه مثلا ماتش ولا ماتشين؟ هل دي تعتبرها تجربه؟ لا، يبقى فيها ظلم لو هنقول تجربه لهذا الرجل. طيب لا، فيها ظلم. طيب فعشان كده السؤال المقابل يا كابتن عصام، الفترات اللي فاتت كلها في لجان التحكيم المختلفه، مش بتكلم على فترتك بس، شفت اي تطوير او نجاح واضح للحكام او منظومه التحكيم في مصر؟ سؤال رائع. اتفضل يا فندم. احنا كم مليون؟ فوق ال 100 مليون. خلينا 100 مليون. 80 مليون بيتكلموا في التحكيم. و 80 مليون بيتكلموا في الكوره بشكل عام. انا بتكلم على التحكيم. تمام. التحكيم بالذات لانه في حاجات جدليه وفي 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 ودايما بيدخلوه في كل صراعاتهم، صراعات الانديه ورؤساء الانديه، ابسط حاجه الحلقه الضعيفه اللي احنا بندمرها وهندمرها. تمام؟ بيدخلوا التحكيم في كل شيء. يعني احنا عاوزين يعني شويه قبل ما ندمر التحكيم عاوزين نبعده عن صراعاتنا. انت بتتكلم على التطوير. انا مرارا وتكرارا قلت لكل خبراء الاعلام اتفضلوا تعالوا شوفوا احنا بنعمل ايه، وتعالوا اوريكم الفيفا بيعمل ايه، وتعالوا اوريكم الاتحاد الافريقي بيعمل ايه، عشان تشوفوا ان احنا بنعمل زيهم بالظبط ويمكن اكتر. محدش جه ينقدوا بس بدون درايه. طيب على ماذا يعمل الاخر؟ ممكن ادي لحضرتك مثال
انت حضرتك نفسك وانا اشدت بيك وباشدت بلجنه الحكام على الحكام الاجانب اللي جم الفتره الاخيره في مصر في مباريات كبيره ومعظمهم اجاد بنسبه كبيره جدا، وقلت ده ينسب للجنه الحكام اللي اختارت الحكام دي او رشحت الحكام دي للمباريات دي. احنا لما كنا بنشوف حكام اجانب بصراحه يا كابتن عصام كنا بنشوف الفرق في تفاصيل صغيره اللي هي كبيره، لو مثلا حكم ما بيستناش الفار كتير، اللعبه ما بيقفش كتير، قرارات حازمه، لعيبه بتلتزم، حكم مش مهتز. انا بكلمك بصراحه في تفاصيل لما بنحطها في المقارنه. وانا هكلمك باكثر صراحه يا كريم. اتفضل. الحكم الاجنبي 50% من درجات النجاح حاططهم في جيبه قبل ما يخش الماتش. وهي الثقه يا كريم. خلينا نتكلم بس باكثر منطقيه. اتفضل. احنا بنهدم التحكيم بايدين. والبدايه ومؤامره كبيره على التحكيم بتبدا من اسس التحكيم. وتخش معاها اطراف اخرى. أطراف أخرى. يا راجل ده الحكم بيخش يا راجل مرعوب من الناس. من الهجوم اللي عليه. ده لا يكون في عون الحكام المصريين. تقول الحكم أجنبي، الأجنبي بيعمل اللي هو عاوزه وغصب عنك هتقبله. طيب مين من مصلحته في كل الأندية المصرية؟ في كل الأندية المصرية، مش هتكلم على منظومة التحكيم، ممكن يكون أي شخص ليه أهدافه، بس مين مصلحته من الأندية المصرية إنه يهد التحكيم ويبقى فيه مؤامرة على التحكيم، وأنا من مصلحتي كنادي إنه التحكيم يبقى في أحسن حال عشان آخد حقي وآخد العدالة الكاملة، مين من مصلحته إنه يهد منظومة التحكيم؟ يعني أنا مثلا راجل بشتغل في الإعلام، أنا عايز أهم منظومة في الكرة المصرية تبقى منظومة سليمة وجيدة هي منظومة التحكيم عشان هي بتهدي الأجواء كلها لو المنظومة إجابة. سليمة. ده مش سؤال يا كريم، دي إجابة رائعة. دي إجابة رائعة. ان احنا لازم يبقى عندنا ثقه في التحكيم عشان يبقى فيه يا كابتن عدالة. كابتن عصام، مين هدفه هدم منظومه التحكيم يا كريم؟ اللي بيحصل حاليا ضد التحكيم ما يحصلش في اي مكان في العالم يا كريم. تشكيك في كل شيء. انا زعلان منك كرئيس نادي ادخل التحكيم، نادي مش عارف ايه دخل التحكيم. عمر ما حد بيبص لنفسه، هو يستحق ياخد الدوري ولا لا؟ فرقته كويسه ولا لا؟ ماشي، احنا عندنا اخطاء يا سيدي، وانا بعترف ان عندنا اخطاء زينا زي كل الناس، زي الفرق اللي عندها مشاكل، زي الناس اللي ما بتطورش من فريقها، زي بعض اللاعبين في مستواهم نفس القصه. ممكن يبقى الحكم في يوم مش من مستواه، ممكن يغلط، ممكن يبقى في اخطاء. انا لن انكر ده خالص يا كريم. حتى لما قلت لي على مستوى التحكيم قلت لك مستوى الكوره ايه، احنا زينا نفس هذا المستوى. قلت لي في نواقص في التحكيم، قلت لك اه وبنشتغل عليها. لكن مش معقول هنصلحها في يوم وليله او في 7 شهور، مستحيل. ما سالتنيش ايه اللي اتعمل في التحكيم كويس. يلا يا ريت. كله بيتكلم على المشاكل. يا ريت. انا هدي لك دلوقتي 16 اسم. اتفضل. 95% منهم لعبوا في الدوري الممتاز، ودول هيبقى مستقبل التحكيم المصري. ولاول مره كانوا يلعبوا في الدوري الممتاز، محدش يتكلم عن دول، ودول اللي احنا بنعملهم، وده اصعب حاجه تتعمل في تطوير التحكيم. يعني اي حد هيجي يمسك التحكيم دلوقتي عنده قاعده كبيره يشتغل عليها. عندنا كمان وجوه في صف ثاني وصف ثالث بنشتغل عليهم عشان يبقى عندنا دايما حكام. لكن اقول لك ال 16 بسرعه بس، لان دول يتحطوا في لوحه الشرف. اتفضل. السيد منير، حماده القلاوي، مصطفى عثمان، مصطفى الشهدي، ابراهيم محمد، العتباني، هشام القاضي، محمود ناصف، سيد شعبان، محمود منصور، حسني سلطان، احمد ناصر، محمد كابو، محمد التبعي، علي السعيد، احمد نجي، وغيرهم وغيرهم. وعندنا حكام دلوقتي بقى كبار دخلوا مع الحكام الكبار زي نادي القمر الدوله اللي حكم النهارده الزمالك والمقصه، زي وائل فرحان، زي هشام الفلال، زي محمود الوفا، زي احمد حمدي، وغيرهم وغيرهم. مش عاوز انسى حد. فين الناس ما بتتكلمش؟ بيتكلموا على بين يمكن النادي الفلاني وتسلل على مش عارف ايه، ودي مؤامره، والناس عاوزين تخسرنا ومش عارف ايه. معقوله؟ معقوله وصلنا لكده؟ طب معقوله كابتن عصام، بمناسبه الاسماء اللي حضرتك قلتها دي، وده سؤال فني عايز اساله لك بمنطق ان انا عايز افهم، مش سؤال. لا طبعا تحت امرك، تحت امرك. هل من الافضل لينا انه يبقى عندنا عدد حكام بعدد معين قليل هم اللي بيتولوا اداره مباريات الدوري الممتاز، ولا يبقى العدد كبير ومفتوح؟ يعني مثلا بشوف في دوريات اوروبيه ممكن يكونوا بيشتغلوا في 20 حكم بالكثير، هل من الاحسن ان نشتغل على عدد حكام كبير ولا عدد حكام قليل؟ نشتغل على عدد حكام قليل، ويبقى في زي الدوري الممتاز، ناس تهبط وناس تطلع. لكن احنا دلوقتي ما عندناش، فلازم نلاعب عشان ياخدوا خبرات، عشان في زمايلهم الكبار هيبطلوا. يعني ايه ما عندناش يا كابتن عصام؟ ما عندناش عدد كبير من الحكام.
فبيدي فرصه للحكام اللي احنا بنتوسم فيهم الخير. لا حضرتك تقصد ما عندناش عدد من الحكام الجيدين مثلا، ولا انا فهمت ايه؟ ما عندناش عدد بالظبط يا كريم، ما عندناش عدد من الحكام الجيدين. يعني ما تقدرش تعتمد على انا لما جيت مسكت المسؤوليه عاوز اعمل يعني نشبب التحكيم المصري. ففي حكام اللي انا قلت لك اسمائهم دول هتلاقيهم السنه الجايه من افضل الحكام. على كمان سنه كمان هتلاقيهم هم اللي في القائمه الدوليه. ومنهم ناس عملوا مباريات رائعه، 7 8 9 مباريات من الاسماء اللي انا قلتها دي. منهم اللي عمل 2، منهم عمل 3، منهم عمل مباراه. لان بنحاول نمشيهم واحده واحده عشان يكتسبوا الخبرات، لان الدوري الممتاز هو السهل الممتنع. فهو ده تطوير التحكيم. مواد تعليميه، عندنا مواد تعليميه مش موجوده في العالم، بقول لك كده على مسؤوليتي الشخصيه. حد شافها؟ حد اتكلم عنها؟ حاولنا نعرضها في احد القنوات ما نجحناش، حاولنا نعرضها مش عارف فين ما فيش. فالناس محمله التحكيم اكتر من طاقته. كابتن عصام، كابتن عصام كلاتنبرج رفض انه يقعد معاك؟ ادي من ضمن الاكاذيب. اكاذيب؟ هو ده شرف ليه يقعد معايا، بس انا هقول لك القصه ايه بس. هقول لك القصه. كلاتنبرج قبل ما يجي مصر بيوم كلمني على الواتساب. حتى لما كلمني انا ما اعرفش ده مين، قلت له مين انت؟ فقال لي انا كلاتنبرج. قلت له اهلا وسهلا، وقال لي انا جاي مصر بكره. قلت له اهلا بيك وتنور مصر وهذا. قال لي انا عاوز اقعد معاك يوم الاحد، الحد اللي فات. تمام؟ قال لي عاوز اقعد معاك يوم الاحد ونقعد نتكلم سوا في تطوير التحكيم، ويمكن انا اقدر اضيف حاجه ولو صغيره وبتاع. قلت له اهلا وسهلا ونقعد وكل شيء، ما عنديش ادنى مشكله. ده اللي حصل. هو اللي طلب يقعد معايا مش انا اللي طلبت اقعد. فين بقى القعده؟ وما قعدناش. ليه؟ حد قال له ما تقعدش معايا. حد قال له ما يقعدش معاك؟ من الاتحاد؟ لا لا، من بره الاتحاد. من بره الاتحاد ما يقعدش. وانا بصراحه يعني بشكره. بشكره ليه؟ بشكره احسن ما حصلتش القعده. ما كنتش عايزها ليه؟ عادي، بالعكس انا الراجل رحبت بيها يا كريم. طب ما انت بتقولي بشكره. العيب عنده هو. لا العيب عنده هو. حضرتك بتقولي انا بشكر اللي ما خلانيش اقعد. خلاص بالعكس يعني الحمد لله. انت مش عايز يعني، ما كنتش عايز يعني توصل له معلومات عن التحكيم المصري، عن الاسماء الموجوده. بالعكس، ازاي؟ احنا محضرين له كل حاجه. ازاي؟ خلي بالك انا راجل عسكري وراجل يعني بحب بلدي كتير قوي. فيعني واكتر واحد اساعد التحكيم المصري وانا بره اكتر من جوه، كخبير في الفيفا وكخبير في الاتحاد. يا كابتن عصام الكلام ده عظيم جدا وبحترمه جدا. أوكي. بس وانا بسمعه قبل هسمع سؤالك والله. طيب. بعد ما اسمعه هضطر اقول لك طب ليه ما كملتش، وما يفرقش معاك المنصب ولا المكانه ولا النجاح او قلت لك يا كريم. انا لو بحب منظومه التحكيم وبحب ان انا اشتغل لحاجه تخص كره القدم في مصر، فانا هشتغل في اي منصب ومش هيفرق معايا هيقولوا ايه بعد كده. المبدا يا كريم، المبدا المبدا هل اختيار صح؟ حاجه يعني انت يا كريم، انا هاجي هزملك في البرنامج، مفيش كيمياء بينا، احنا الاثنين مختلفين في التعليم، في الثقافه. انت يا كابتن ما تعاملتش معاه عشان تعرف في كيمياء ولا مفيش كيمياء؟ يعني انت ممكن تتعامل مع كريم فتقول مين قال؟ اتعاملت معاه؟ اتعاملت معاه. فين؟ في السعوديه. انا رحت اديت دوره للحكام في السعوديه لمده اسبوعين. وهو كان متولي المسؤوليه وحكم كمان. يعني كان بيحكم وتولي المسؤوليه. انا القصه مش دي يا كريم. القصه بص يا كريم، القصه هي مبدا. انا مين المسؤول عن التحكيم في مصر دلوقتي؟ كلاتنبرج. لا قبل كده كابتن عصام عبد الفتاح. امبارح كابتن عصام عبد الفتاح. طيب انت عاوز تجيب خبير اجنبي، على الاقل تسالني يا كريم. انصحك بالاسماء. انصحك يعني اديك نصيحه فقط. ارشح لك 3 4. وقال لك انا مش ضد الراجل، ممكن الراجل ينجح في مصر. ممكن ينجح. هيتساعد؟ يعني منظومة التحكيم اللي حضرتك اتكلمت عنها ان ما كانتش بتساعد الفترة الماضية، تتوقع هتساعد كلاتنبرج على النجاح؟ والله سكوت طويل. سكوت والله طويل وتفكير. ده أول سؤال قعدت تفكر فيه شوية. طبعا، لان انا بجاوبك بكل صراحه وامان. صحيح. فمش عاوز اضحك عليك. صحيح. مش عاوز اقول اجابه صعبه. النجاح صعب. ليه مع كلاتنبرج؟ ثقافه الحكم المصري. انت جايب حكم واحد بيتكلم انجليزي. تمام؟ هيحتاج ان حد يترجم له. وقت العمل بدل ما هو ساعه، الساعه تبقى ساعتين.
هنوقف عشان نترجم ونتكلم ونعمل، يعني انت فاهم قصدي اقول ايه؟ ده هياخد وقت واحنا مش عاوزين وقت، بس دي تفصيله مش كبيره عشان ده بيحصل كمان في في في, في الفرق وفي المنتخبات مع مدربين اجانب. بس مهم جدا انك تنقل فكرك، فاهم؟ تنقله على طول للحكم. برضه ده بيحصل جداً. برضو ده بيحصل مع المدربين في الفرق والانديه وفي الكوره والمنتخبات. الامر اسهل شويه، اسهل شويه، لكن في التحكيم اصعب. لو هي دي لو هي محاضرات لو محاضرات وشرح وتفسير و و و يعني مش بقول لك مش دي هي مش يعني ده جزء من بعض الاجزاء يعني. انت فاهم ازاي؟ الوصول الى عقليه الحكم المصري هتاخد وقت. تفهمني؟ فكر الحكم المصري هياخد وقت. ايه اللي محتاجه التحكيم المصري؟ هياخد وقت. لكن اتمنى ان الاخوه المصريين اللي هيساعدوه يعني ينقلوا ان شاء الله صوره كامله، واحنا محضرين له كل المعلومات. طيب كابتن عصام، بنفس الصراحه احنا ما عندناش حكم مصري، حكم ساحه مصري في 2022، كاس العالم 2022، عندك احساس او توقع ان هيبقى عندنا حكم مصري في 2026؟ طول ما بنشتغل يا كريم اكيد يبقى فيه. وهل في كل دورات كاس العالم كان في حكم مصري؟ هايل. في دورات ما كانش فيها لا حكم ولا مساعد. احنا عندنا حكم مصري مساعد موجود، وعندنا حكمه مساعده هتروح كاس العالم، رايحه كاس العالم في الهند تحت 17 سنه، ودي اول مره في يعني في العصر الحديث دلوقتي. يمكن كان عندنا قبل كده منى عطله، دلوقتي عندنا يارا عاطف، وممكن تكون في شاهينده. فده تقدم كبير في التحكيم النسائي في مصر، انك عندك حكمه هتروح كاس العالم تحت 17 سنه. الناس دايما ما بتبصش للحاجات الكويسه، احنا بنبص لضربه الجزاء، ما تحسبش هنا جون، هنا مؤامره، هنا مش عارف ايه، هنا القصه صعبه. بص يا كريم، في النهايه التحكيم هو الحلقه الاضعف على الاطلاق، وبتزداد مع مرور الايام ضعفا من خلال المباريات والمؤامرات والهجوم اللي بيتم ضدها. كابتن عصام، لو سالتك والله بكلمك بكل امانه، لو سالتك اخر سؤال، علاقتك بالحكام المصريين، منظومه التحكيم بشكل عام، شايفه علاقه كانت جيده ولا علاقه غير جيده؟ أنا بالعكس، أنا دايماً بتعامل مع الناس باحترام. طيب. ومع الحكام باحترام. هم ونفس القصة هم يعني. ما عنديش خلافات مع الحكام يا كريم، بالعكس. طيب، حكامنا المصريين زعلانين اللي أنت مش موجود دلوقتي في لجنة الحكام؟ تتوقع زعل أو لا؟ بص، اللي بيفهموا في التحكيم جوه العاملين أو المتقاعدين واللي عندهم ضمير وأمانة هيقول لك مين اللي طور التحكيم في مصر، بس يقولوا هم مش أنا يعني. ما بقولش عصام عبد الفتاح، يا ريت تاخد رأيهم مين اللي نقل تطوير التحكيم الحديث في مصر. دول هم يقولوا، دول عدد كبير، ممكن يختاروا أي حد، ممكن ما أكونش أنا يعني، بس تسألهم. دول عدد كبير يا كابتن عصام؟ 100% عدد كبير طبعا. عدد كبير. طبعا. كابتن عصام، انا بتمنى لك دايما كل التوفيق. كابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنه الحكام السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كل التوفيق في الاول والاخر. راجل اجتهد، راجل تعب، راجل اشتغل، وكان مثل مصر قبل كده في كاس العالم، نحترمه ونقدره في كل الاحوال. خلصت المرحله بما لها وبما عليها.